السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وظاهر لكم قلوبكم ويسعدكم إن شاء الله دائما وألبسكم من أثواب الصحة والعافية. نصبح عليكم بالخير وأكيد راح أصبح بالخير على زميلي أحمد. صباحك ورد. صباحك الله بالنور عبد الرضا وصبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت، ودائما إن شاء الله يكون صباحكم جميل ونشاط. واليوم الكثير والكثير إن شاء الله عندنا من الفقرات، ولكن أنا بقول الله يعطيكم العافية اللي طبعا كل الطلبة اللي رايحين إلى المدارس ونقول الله يعطيهم العافية كلهم اليوم ممكن بلشها، ونقول نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. ما شاء الله فوق 400,000 طالب وطالبة مداومين اليوم، وبالتالي طبعا كذا اكتمل خلينا نقول العقد الدراسي كله، وبالتالي الطلبة إن شاء الله يعني نتمنى منهم الخير والرفعة دائما من أجل إعلاء طبعا كلمة الوطن دائما. من كذي أيضا احنا يمكن قاعد نلاحظ بأن الأحوال الجوية ما زلنا في الحرارة، لكن أكيد في انكسار في الحرارة. زميلنا ضلال علي خبير الأصال الجوية أكيد راح يطلعنا أكثر، لكن طبعا بعد ما نصبح عليه بالخير ونقول له صباحك ورد يا ضلال. صباح الخير أخوي عبد الرضا، وصباح بالخير عليك أخوي أحمد، وصباح بالخير على المشاهدين الكرام. بالفعل لاحظنا انكسار درجات الحرارة خلال اليومين يمكن اللي طافوا، وأيضا الطقس بالليل قام يصير شوي شوي أو تدريجيا راح تنخفض درجات الحرارة ويتجه إلى الاعتدال، من بعد ما كان حار إلى حار نسبي. إن شاء الله الأيام القادمة نسمع طقس معتدل خلال الليل، لكن لتفاصيل أكثر أعزائي المشاهدين تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. والطقس الحالي في مدينة الكويت طقس حار نسبيا 35 درجة مئوية حاليا درجة حارة في مدينة الكويت، وأيضا الرطوبة النسبية حاليا تقريبا 24%، والرؤية الأفقية مثل ما نشوفها ممتازة حاليا 10 كيلو وأكثر، السماء صافية حاليا، الرياح حاليا متغلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة السرعة، سرعة يمكن 10 كيلو متر في الساعة. من المتوقع أن تنشط الرياح تدريجيا خلال الساعات القادمة، ليكون الطقس خلال نهار اليوم خاصة فترة الظهر حار، ودرجة حارة العظمى المتوقعة اليوم 43 درجة مئوية، واستمرار الرياح الشمالية الغربية سرعتها راح تكون ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات، قد تثير بعض الأتربة والقبار على بعض المناطق المكشوفة خاصة البرية. بالنسبة لمساء اليوم راح استمرار الرياح الشمالية الغربية، لكن راح تخف تدريجيا إن شاء الله ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، سرعة الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، إن شاء الله الصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية في مدينة الكويت، لكن أقل من 30 درجة مئوية متوقعة خاصة في المناطق الغربية والبرية. حالة البحر متوقعة خلال 24 ساعة المقبلة خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 إلى 5 أقدام. المد الأول إن شاء الله الساعة 49 دقيقة من صباح اليوم، أما المد الثاني الساعة 11:35 دقيقة من مساء اليوم، والجزر الأول الساعة 25 دقيقة مساء اليوم، والجزر الثاني الساعة 54 دقيقة من فجر يوم الخميس بإذن الله. الغروب اليوم إن شاء الله موعد أذان المغرب الساعة 5:59 دقيقة، والفجر باكر إن شاء الله الساعة 4:11 دقيقة، أما شروق الشمس باكر إن شاء الله الساعة 5:31 دقيقة. نجي وياكم للطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة. طقس راح يكون حار خاصة فترة الظهر، درجات الحرارة العظمى اليوم باكر متوقع 43 درجة مئوية للعظمى، استمرار الرياح الشمالية الغربية قد تنشط على فترات، خاصة باكر متوقع أن تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، قد تكون 50 كيلومتر في الساعة متوقعة خاصة في المناطق الشمالية من دولة الكويت، لكن فترة الظهر راح يكون النشاط فيها أكثر متوقع 45 كيلومتر في الساعة، لكن مع الرياح الشمالية الغربية النشطة متوقع أن تكون هناك بعض إثارة للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة. 43 درجة مئوية العظمى متوقعة يوم الخميس، و31 درجة مئوية الصغرى. حق يوم الجمعة، يوم الجمعة راح يكون الهواء شمالي غربي خلال النهار خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، بالنسبة لمساء راح يكون الهواء متغلب الاتجاه
إلى شرقيات مما يؤدي إلى ارتفاع الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية والجزر. أيضا 44 درجة مئوية متوقعة يوم الجمعة، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة 44 متوقعة، 32 الصغرى المتوقعة. أما يوم السبت فراح يكون الهواء متغلب الاتجاه إلى جنوب شرقي، تزيد الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية والغريبة من السواحل. أيضا الجزر راح تكون فيها طقس حار ورطب خاصة فترة الظهر. 44 العظمى المتوقعة و 31 درجة مئوية الصغرى المتوقعة، مع سرعة الرياح راح تكون خفيفة ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ما يؤدي إلى أيضا إحساسنا بالحرارة راح يزيد مع ارتفاع درجات الحرارة الطفيف ورياح الجنوبية الشرقية. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن العودة إلى الزملاء لتكملات باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. خذنا مع بعض يمكن الأحوال الجوية وعرفنا النشرة الجوية، ونتمنى إن شاء الله لكل السلامة. المهم أن نشكر كل رجال الداخلية وخاصة رجال المرور والنجدة اللي متواجدين منذ صباح الباكر. أنا شفتهم يمكن متواجدين على طرقات، ونقول الله يعطيهم العافية على أساس الانسيابية بالمرور، وأن أي عائق لا سمح الله يتم التعامل معه. خلونا نتعرف أكثر وأكثر على الحالة المرورية مع المقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. نقول صباحك الله بالخير، ونبي نسمع آخر طبعا الحالة المرورية الموجودة عندنا. صباحكم الله بالخير. يا حياكم الله وصبحكم الله بالخير. نرحب بمشاهدينا، وطبعا يمكن الانتشار الأمني هذه من ضمن الخطة الأمنية المرورية العام الدراسي اللي راح تستمر طوال العام، وتواجد رجال المرور ورجال الأمن العام من أجل خدمة مرتادي الطريق وضمان دخول أبنائنا الطلبة، وأيضا التسهيل على أولياء الأمور وصولهم لوجهاتهم. ويمكن الحركة المرورية اليوم يعني تعتبر اليوم بداية الكثافة المرورية نظرا لاكتمال المراحل التعليمية، وقاعد نلاحظ من خلال موقعنا دوار صبحان طريق 208، هذا الطريق طريق حيوي يربط ما بين طريق الملك فهد وطريق صبحان، وأيضا طريق يعني دائما يكون عليه كثافة مرورية، تواجد دورية المرور على الدوار من أجل أيضا المساهمة في تسهيل الحركة المرورية. يمكن بدأت الكثافة اليوم مبكر في طريق الملك فهد باتجاه المدينة، يمين منطقة مبارك الكبير باتجاه المدينة الكثافة، وطبعا هذه الكثافة اليوم تعتبر كثافة كبيرة بالنسبة لهذا الموقع. كذلك ننوه الأخوان المشاهدين أو قائدي المركبات اللي بيستخدمون الدائر السابع، حاليا للأسف في حادث انقلاب شاحنة يمين منطقة الظهر باتجاه الملك فهد، وجاري التعامل مع هذا الحادث وإصابات بسيطة، ولكن جاري التعامل مع هذا الحادث اللي مسبب كثافة مرورية، وإحنا دائما ننوه لإخواننا قائدين المركبات بضرورة الانتباه، وخاصة في طريق الدائر السابع نظرا لأعمال التطوير الموجودة في الموقع. وكذلك بالنسبة لإخوان مستخدمين طريق فهيل السريع بدل الكثافة المرورية يمين منطقة المسيلة باتجاه المدينة. طريق شارع الغوص، شارع الغوص الطريق اللي نقول الموازي لطريق الملك فهد وطريق فهيل السريع، الكثافة موجودة على الدوار ما بين منطقة صباح السالم ومنطقة العدان، وبعدها ترجع الانسيابية، ولكن ترجع الكثافة على مدخل الدائر السادس. الدائر السادس مشاهدينا الكثافة موجودة في أكثر موقع من بين هذه المواقع يمين منطقة الجليب، وكذلك أيضا ما بين منطقة صباح السالم وبين منطقة مشرف. وبالنسبة إلى شارع الخليج يمكن بدأت الكثافة أكثر بالإشارة اللي هي إشارة المسيلة مع سلوى مع الدائر السادس، وخاصة باتجاه الدائر السادس الكثافة الأكثر. موجودين حاليا الأخوان في غرفة التحكم المركزي يحاولون يعالجون هذه الكثافة المرورية. المتوقع خلال اليومين هذيل شيء طبيعي في كثافة مرورية، وأريد أخوانكم منتسبين وزارة الداخلية الجهات الأمنية المعنية المتواجدة في الشوارع قاعد يحاولون يقللون من هذه الكثافة المرورية، ولكن أيضا الناشد جميع أخواننا قائدي المركبات الالتزام بالقانون، وكذلك أيضا عدم التردد على الاتصال على هاتف الطوارئ 112 في أي ملاحظة أي حادث لا سمح الله. وكذلك أيضا نقول لأولياء الأمور أن يكونوا قدوة لأبنائهم
بالتزامهم بقانون المرور وكذلك الخروج المبكر أمر ضروري جدا. بالنسبة لإخواننا مستخدمين أيضا طريق الرياض بدأ الكثافة المرورية باتجاه المدينة وكذلك الغزالي حاليا كثافة مرورية على مدخل الغزالي من الدائري الخامس. نتمنى للجميع وصولهم لوجهاتهم ونتمنى إن شاء الله يوم موفق لأبنائنا الطلبة مع اكتمال جميع المراحل التعليمية. ومشاهدينا نستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير كويت مع الزملاء داخل الاستديو. نستعرض الآن أخبارنا في صحفنا المحلية وأربعة أخبار بدايتها مع الشاهد و81 ألف طالب ثانوي دشنوا عامهم الجديد. قالت وزارة التربية بأن مدارس المرحلة الثانوية استقبلت أمس 81,491 طالبا وطالبة في أول أيام انتظامهم بالعام الدراسي الجديد 2019-2020 ليبلغ بذلك إجمالي عدد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية 14,441 بالتحديد و474 طالب وطالبة. في خبرنا التالي من جريدة الجريدة الكويت عناية بذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. أكدت دولة الكويت بأن استعراض تقريرها الأول بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة يأتي استكمالا لمسيرتها الحثيثة في دعم قضايا حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، وذلك في أول استعراض أممي لجهود دولة الكويت في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. في خبرنا التالي من جريدة الأنباء 25 صنف غذائي جديد إلى البطاقة التموينية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إضافة أصناف جديدة إلى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية واستبدال بعض المواد الأخرى من دون إضافة أي تكلفة في قيمة الدعم المقدم، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. راح يكون هناك إن شاء الله أيضا في يمكن لحوم كويتية مجمدة والشاي والحليب طويل الأمد وغيره طبعا من أصناف. في خبرنا الأخير من جريدة النهار الصحة ورشة عمل حول تقييم المستحضرات البيولوجية. عقد قطاع الرقابة الدوائية والغذائية ممثلا بقسم التدريب في إدارة وتسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة ورشة عمل بعنوان المستحضرات البيولوجية ومشابهاتها، حيث استضافت دولة الكويت لأول مرة في منطقة الخليج العربي خبراء من الوكالات الأوروبية العالمية ومشاركة عدد من إدارات وهيئات الصحة الخليجية. بكذي خلصنا يمكن أخبارنا المحلية، لكن راح يكون عندنا الزملاء محمد وإيمان يستعرضون معنا كويترنز الأخبار اللي صارت، خبر عن صاحب السمو من دولة الإمارات وأيضا خبر من محل الكويت للأبحاث العلمية وأضرار البلاستيك وطبعا غيرها من أخبار مع محمد وإيمان في كويترنز. خليكم معنا. We'll be right back.
أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وحياكم الله بجولتنا بين صفحات التواصل الاجتماعي وأهم وآخر الأخبار راح تشوفونها معنا في كويت ترندز. والبداية راح تكون معك محمد، وأقول لك صباح الخير. صباح الخير إيمان، وأسعد الله صباحكم مشاهدينا. نبلش معكم بالخبر الأول، واللي يقول: تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لتكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، نشر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي تغريدة في حسابه على تويتر، صارت ترند، نشوفها معكم. قبل 50 عاما وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي، رجل نحبه ويحبنا، أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. آثار إنجازاته وإنسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا. تعبك تعبنا يا أبو ناصر، حفظك الله ورعاك وشفاك وأدام عزك. ونشوف معاكم مشاهدين الفيديو. بأسمى ما في القلب من مشاعر الأخوة وبكل المحبة والوفاء القائمة بين الشعبين الشقيقين في الخليج العربي والكويت، نلتقي اليوم معا لنحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمكتب دولة الكويت في دبي وبدء البث في محطة تلفزيون الكويت من دبي. كلمة معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر وزير خارجية دولة الكويت ورئيس الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو، أيها الأخوة والأصدقاء، يسعدني أن أمثل حكومة الكويت في حفل افتتاح البناء الجديد لمكتب دولة الكويت في دبي، وبنفس القدر يسعدني أن تلتقي هذه المناسبة مع بدء بث تلفزيون دبي الذي أنشأته الكويت وقضت مدة في الإعداد والتحضير له، وإنه لمن دواء السرور والابتهاج أن يشرف حفلنا هذا حضرات أصحاب السمو حكام الإمارات الشقيقة الذين تربطنا وإياهم صلات رحم ووحدة تاريخ ومصير مشترك وود وأخاء. وبفضل تعاونكم ومؤازرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. فعلا احنا والشعب الاماراتي اخوان واهل وعيال، عام وابد ما ننسى وقفة حكام الامارات مع الشرعية الكويتية اثناء الاحتلال. اما الحين مشاهدينا، خبرنا الثاني من وزارة الداخلية اللي اقصى اهتماماتها تقديم وتيسير كافة الخدمات في قطاعاتها المختلفة للمواطنين والوافدين، بالاضافة الى تطوير اليات العمل المتبعة مع الحوادث المرورية البسيطة اللي تتطلب منهم تحريك المركبات وبعدها الى كتف الطريق الايمن وعدم تعطيل سير الحركة المرورية. ولتفاصيل اكثر عن هالموضوع شوفوا معنا الفيديو. وبالفعل هذا الشيء راح يقلل من الوقت والجهد ويسهل الإجراءات على الجميع. وإلى وزارة الأشغال اللي نشرت عبر موقعها الرسمي عن أعمال تسكير الحفر في شارع محمد الفارس، نشوف معكم. We'll be right back.
فعلا مجهود كبير وملحوظ تقوم فيه وزارة الأشغال، كل الشكر لهم طبعا. أما الحين خبرنا التالي راح يكون من معهد الكويت للأبحاث العلمية اللي أطلق حملة توعوية تحت شعار يومي بدون بلاستيك، بهدف التعريف عن أضرار المواد البلاستيكية ومخاطرها أيضا على البيئة وصحة الإنسان. وعبر حسابهم الإلكتروني الرسمي على موقع تويتر نشر معهد الأبحاث مقطع فيديو للحملة، خنشوفه معكم. حملة هامة تحتاج تعاون من الجميع لجعل بيئتنا آمنة وخالية من التلوث. ننتقل معكم إلى خبرنا الخامس وإلى المحطة الصحية، واللي بتكون مع أخصائي طب العائلة والمرشد النفسي الدكتور بسام البطحي. شوف معكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الذي يعاني من الآلام المزمنة سواء آلام المفاصل أو آلام الفقرات أو خشونة أو غيرها من الآلام المزمنة، فأثبتت الدراسات أن الرياضة تعالج هذه الآلام المزمنة من عدة نواحي. الناحية الأولى أنها أولا تقوي العضلات وبالتالي تخفف الضغط على الفقرات والمفاصل، وثانيا أنها تغير من شكل الدماغ وتغير من هرمونات الدماغ والنواقل العصبية، لأنها تساعد في إفراز الأوبيويدز اللي هي المواد الأفيونية المخدرة. وأثبتت الدراسات أن هذه المواد تظل مرتفعة إلى ما يقارب 60 دقيقة بعد الرياضة. وثالثا أنها تساعد في تخفيف التوتر، وغالبا ما يؤدي التوتر إلى قلة الاحتمال وقلة الصبر. فبالتالي إذا لعبت رياضة راح يرتفع عندك الصبر ويزيد عندك احتمال. وإحنا بدورنا نتمنى للجميع السلامة والصحة واتباع التعليمات من أصحاب الاختصاص لتجنب أي خطر على صحتهم. الحين ننتقل معاكم إلى خبر يحمل مقطع فيديو لاحظنا عليه كمية تداول كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر اللي حتم علينا أن نعرضه لكم. الفيديو فيه كمية من الحنية والحب من طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة اتجاه والدها المريض. تابعوا معنا الفيديو على شاشتنا. نسأل الله العظيم أن يشفي والدها الطفلة ويحفظها ويحفظها لها من كل شر يا رب. ننتقل معكم إلى خبرنا التقني، ونستعرض لكم من خلاله طريقة جدا بسيطة تتيح لمستخدمي الآيفون والآيباد من إخفاء تطبيقات. نشوف معكم. لو حاب تخفي مجموعة من البرامج اللي موجودة عندك في جهازك، على سبيل المثال سناب شات وتويتر، في طريقة جدا سهلة وبسيطة. أنت تروح للإعدادات، وبعدين تروح إلى خيار مدة استخدام الجهاز، وبعدين قيود المحتوى والخصوصية، قيود المحتوى، وبعدين تختار خيار التطبيقات، ومثلا تحط التصنيف العمري لها زائد 9. لو رجعت للصفحة الرئيسية حقت البرامج راح تلقى أنه أي تطبيق تصنيفه أكثر من 9 اختفى من عندك، على سبيل المثال تويتر، إنستغرام، سناب شات وغيرها من التطبيقات. طبعا لو حاب ترجع التطبيقات هذه كلها تروح إلى نفس الخيار وترجع التصنيف العمري إلى جميع التطبيقات، راح ترجع لك كل التطبيقات. شكرا على حسن المتابعة، والحين نستكمل معكم باقي فقراتنا من صباح الخير يا كويت. تابعونا.
العافية زملاء إيمان ومحمد في كويت ترندز. يمكن في جانب من حديثهم تكلموا على موضوع البلاستيك، وفعلا لأن أضرار البلاستيك على البيئة هي من المسائل اللي علينا نوليها اهتمام كبير. البلاستيك من المواد المنتشرة حولنا سواء كمخلفات أو أدوات وأغراض مختلفة. أثبتت الدراسات خطورة أضرار البلاستيك على البيئة والإنسان وضرورة التعامل مع المخلفات بشكل معين وتفهم المادة اللي نستخدمها حتى نتجنب أضرارها الخطيرة. بالفعل عبد الرضا، ومن هذا المنطلق مشاهدينا الكرام ومن اهتمام معهد الكويت للأبحاث العلمية بنشر الوعي للمجتمع أقام حملة توعوية تحت عنوان يومي بدون بلاستيك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ ماجد حميد الوادي، فني أبحاث رئيسي أول بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ولكن راح نتكلم أكثر وأكثر إن شاء الله نستهل حديثنا عن طبعا البلاستيك. أول شيء نصبح عليك بالخير أستاذ ماجد، وحياك الله معنا في برنامج صباح الخير الكويت. أول شيء طبعا يعني صبح عليكم بالخير وعلى جمهوركم، وإن شاء الله راح نتكلم إن شاء الله في بإذن الله إن شاء الموضوع بإسهاب إن شاء الله. أكيد. عندنا هالتقرير هذا مشاهدين يهتم بموضوعنا عن التوعية عن البلاستيك. يعد البلاستيك مادة من صنع الإنسان يستعمله بشكل يومي نظرا للمصنوعات الهائلة القائمة على استعماله، ويؤثر البلاستيك بشكل أكبر على الحياة البحرية حيث يعمل على اختناق السلاحف بالإضافة لتناول الحيتان العملاقة له، متسببا بعدم قدرتها على تناول الطعام لامتلاء معدتها، كما أن الأسماك الصغيرة تأكل البلاستيك الدقيق وتتسبب في دخوله للسلسلة الغذائية. إضافة للتلوث الذي يخلفه البلاستيك في البيئة من بحار ومصبات المياه العذبة، فهو يعمل على قتل الطيور البحرية سنوياً، كما يعمل على تشويه المناظر الجمالية للبيئة ويقلل السياحة ويؤثر سلباً على الأنشطة البشرية مثل الصيد. اهلا بالاستاذ ماجد الوادي من معهد الكويت للابحاث العلميه، حياك الله. وعندكم يعني حمله جدا مهمه اللي هي يومي بدون بلاستيك، حدثنا عن هذه الحمله. طبعا الحمله اول شيء هي طبعا بدت ك يعني هاشتاج قبل لا تكون يعني حمله. تمام. فالهاشتاج هذا طبعا تم اختيار العنوان اللي هو يومي بدون بلاستيك. فارتأت اداره المعهد ان لاهميه الموضوع، وشافت ان في تفاعل من قبل طبعا الجمهور للتواصل الاجتماعي، فحولوا الى ان تكون هذه حمله توعويه للمجتمع ككل. ممتاز. فمن هذا المنطلق طبعا بدت الحمله اللي طبعا احنا تم تدشينها يوم الاثنين السابق في معهد الكويت للابحاث العلميه بمشاركه يعني كبيره من عده جهات. فهذه كانت الفكره، ان كانت يعني هاشتاج، وكانت الفكره لاحدى الزميلات عندنا طبعا يعني صبح عليها بالخير المهندسه معصومه القاسمي، هي صاحبه الفكره، فمنها انطلقت. ممتاز. الفكره هذه الحمله. تمام. زين، برايك نقدر نستغني عن البلاستيك؟ ترى حياتنا يمكن اكثر شيء البلاستيك قاعدين نشوف احنا من مواد من امور احنا قاعدين نستخدمها بشكل يومي. نعم. طبعا احنا لا يخفي على الجميع ان البلاستيك دخل بكل الصناعات، معظم صح. يعني الصناعات الكبيره، او طبعا عندك صناعات صغيره. فاحنا ما نقول استغني عن البلاستيك بقدر نقول خلينا نقلل من استخداماتنا حق البلاستيك. فطبعا صعب يعني حاليا الاستغناء عن استخدامات البلاستيك، فلذلك الحمله انطلقت ان خلينا نخفف، خل نقلل من استخداماتنا، لان احنا شفنا ما شاء الله البلاستيك داش بكل شيء بحياتنا، من عندك الاواني المنزليه، لعب الاكياس الجمعيه، الاشياء الاكياس الجمعيه، كل شيء. حتى اذا تروح حق الجمعيه تاخذ انت يعني الاكياس زايده يعني عن حدك. يمكن في بدايه حديثك ذكرت استاذ بان في هناك جهات شاركت معاكم في الموضوع، فنتعرف على هذه الجهات.
طبعا في هناك الجهات المشاركه اللي كانت طبعا احنا جمعيه حمايه البيئه ومركز العمل التطوعي هذول كانوا من طبعا الجهات المشاركه، وهناك طبعا جهات راعيه ما اقدر يعني اذكرها او خاف يعني انسى بعضها، فهذه كانت الجهات طبعا المشاركه. أستاذ ماجد، هل تم الخروج بتوصيات من طبعا هذه الحملة، واللي قاعدين نشوف أن هناك حملة توعوية كبيرة يعني من الجهات الحكومية للحد من استخدام البلاستيك؟ طبعا هو اللي مخاطر البلاستيك خصوصا في الآونة الأخيرة بعد ما زاد يعني استخداماته، الحملة هي حملة توعوية للمجتمع ككل، هي مو يعني مختصة طبعا عندك الجهات الحكومية، لا هي طبعا للكل، وإن شاء الله يعني راح نحاول نوصل إلى الطلبة في طبعا المدارس لإلقاء طبعا بعض المحاضرات عن هذه التوعية. وإحنا شفنا يمكن الأسبوع السابق أن اتحاد الجمعيات تم يعني مؤخرا ان يحولون الى الاكياس اللي هي صديقه البيئه، احنا نقدر نقول شلون صايره هذه. هي اول شيء في طبعا المعاد يعني تدويرها، هذه هم قاعده تقلل من استخدامات، لان اذا انت في اعاده التدوير للبلاستيك قاعده توفر اكثر من 88% من الطاقه، أو في نفس الوقت انت بعد قللت من استخداماتك لطبعا البلاستيك. لا ننسى ان الانتاج العالمي اكثر من 320 مليون طن بالسنه، وعندنا بالكويت اكثر من 200 الف طن من النفايات البلاستيكيه سنويا، يعني حوالي يعني حوالي 18% من الاجمالي النفايات المنزليه. اذا ذكرت حضرتك بان فعلا تم اعتماد هذا الموضوع في الجمعيات كلها، مثلا على سبيل المثال ان ما في اكياس بلاستيكيه في المستقبل، وطبعا في يعني في حاليا اكثر من جمعيه مستخدمه طبعا الاكياس، قرارها من اتحاد الجمعيات لخطوره البلاستيك. لا اقصد ليش خلاص ما الكل يطبق مثل هذا الموضوع؟ طبعا هي يعني انا يوم الامس كنت في جمعيه وكياس بلاستيك، لا هي طبعا يعني طبعا يعني هم يبي لها يعني وقت بالتدريج. يمكن في بعض المصانع او يعني قله المصانع يمكن بالكويت في انتاج اللي هي الاكياس صديقه البيئه، وهذه الامور في يعني امور ميزانيه ومحاسبيه حق الجمعيه وهذه الاشياء ان شاء الله. انت شايف ان عندنا من الضروره ان ننشر هذا الوعي وخاصه عند الجمهور؟ يمكن انت قلت ان لازم يصير عندنا وعي يمكن من خلال الناس ان والله خطوره هذه المواد البلاستيكيه، وخاصه يمكن اصحاب انا تقول انا بتجه صوب البحر، نعم اصحاب طراليد يعني ياخذون معاهم الماء ولا خلينا نقول الاكياس البلاستيكيه، يعني للاسف البعض منهم وليس الكل انه يرمونهم بالبحر، يعني هذا لا ترى تاثر بخطوره كبيره على البيئه البحريه. طبعا تيت على مثل ما يقولون يعني على الجرح. 80% من المخلفات اللي على الشواطئ هي البلاستيك ذات الاستخدام الواحد اللي هو نفس طبعا يعني عبوات الماء. نعم. واكثر من 13 مليون طن سنويا في العالم قاعد يرمى يعني في البحار وعندك المحيطات، وهذا له تأثير كبير طبعا على البيئة البحرية والكائنات البحرية، منها طبعا التسمم للأسماك ويعني اختناق بعض الكائنات وهالأشياء هذه. ولا تنسى ان في حسب يعني التقارير في جزيرة كاملة في المحيط الهادي من البلاستيك. يا ساتر. جزيرة كاملة ثلاث أضعاف فرنسا، يعني ثلاث أضعاف مساحة فرنسا. ما شاء الله. 80 ألف طن من البلاستيك في هذا المكان. وليس مسهل طبعا التخلص منه. فصعب التخلص منه. فتخيل يعني حجم الأضرار اللي راح تصيب البيئة طبعاً. البحرية. طبعاً.
طيب استاذي الفاضل، يمكن ذكرت موضوع الاكياس البلاستيكيه في الجمعيات، كان في خبر قبل فتره قصيره في طبعا انتشر في يعني في كل مكان ان احد شركات المياه العالميه الموجوده حتى هنا بالكويت، ما بيذكر اسمها، لكن هي احد الشركات الرائده جدا في تعبئه الزجاجات المياه بالبلاستيك، انه راح يحولون من العام القادم الى قناني صفيح وليست بلاستيكيه. فابي خطه محل الكويت للابحاث العلميه هنا عندنا في الكويت، خطتها المستقبليه في الحد من مثل هذه وهو من استخدام ايضا الاكياس البلاستيكيه. طبعا احنا حاليا في معهد الكويت للابحاث العلميه عندنا يعني اداره للنفايات، فبدينا في بعض المشاريع لاستخدام النفايات البلاستيكيه في انتاج طاقه يعني منها، واعاده التدوير لبعض المنتجات. فاحنا طبعا يعني نعرف ان مو كل البلاستيك يعاد يعني تدويره، حتى يعني عالميا 9% بس من النفايات البلاستيكيه قاعد يعاد تدويرها، 91% لا. فعندنا في معهد الكويت للابحاث العلميه قمنا في بعض المشاريع ان شاء الله راح تكون مستقبليه، وبدينا فيها في انتاج الوقود من هذه النفايات لاستخدامها في محطات الكهرباء او في المصانع، وهي طبعا تكون صديقه للبيئه. اخذ من كيسه واحده. اي نعم، لان هي ترى النفايات بس كيسه بلاستيك ترى يعني على فكره النفايات بشتى انواعها الثروه قوميه، يعني اذا تم اعاده تدوينها. نعم واستفاده منها يعني في الدول الاوروبيه، يعني حاليا في بعض الدول قاعد يستوردون النفايات، وفي بعض الدول للاسف يردمون هذه النفايات لانتاج طاقه. الردم هذا احنا هذه طبعا المشكله هو استخلاص او التخلص من البلاستيك، هني مشكله لان اذا تبي تحرق طبعا راح يطلع لك يعني غازات يعني سامه، او اذا تبي تردم راح ياثر على طبعا عندك التربه وعندك القطاع الزراعي في البلد. بلا شك. يعطيك الف عافيه وشكرا لحضورك معنا وتنويرنا بهذا الموضوع، وان شاء الله طبعا نشوف خطوات يمكن واقعيه اكبر بالحد من استخدام البلاستيك اللي ضرر على البيئه، كما ذكر الاستاذ طبعا ماجد حميد الوادي فني ابحاث رئيسي اول في معهد الكويت للابحاث العلميه. شكرا لك مره اخرى. شكرا. اذا نواصل معكم فقره صباح الخير يا كويت، خليكم معنا احنا وياكم ان شاء الله انا والزميل احمد. مشاهدي الكرام، أصبح عليكم الخير وأصبح على الزملاء على أحمد وعلى عبد الرضا وكل متابعنا على الشاشة الفضائية الكويتية، مثل ما حنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا. احنا اليوم موجودين في مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات في منطقة الزهراء والتابعة لمنطقة حول التعليمية. راح نتابع معكم الآن تحية العلم في هذه المدرسة، وراح نتواصل معكم إن شاء الله في لقاءاتنا بعد تحية العلم. شاهدوا معنا الآن تحية العلم في مدرسة ماريا القبطية الثانوية في منطقة الزهراء. Thank you.
دخل در للأمان. قلنا اليوم طلبة المدارس الثانوية التحقوا في مدارسهم وبشذي طبعا ما شاء الله صار العدد فوق 400 ألف هني بالكويت، وطبعا الأمل معقود عليهم شبابنا الكويتي. تسعى أعزائي دولة الكويت دائما بتشجيع الشباب الكويتي في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على خدمة المجتمع من خلال توجيه الدعم إلى أكبر شريحة من الشباب وتطوير دورهم في الساحة الاقتصادية لإنشاء مشاريع حرة هادفة وفق الأسس الاحترافية. وبالتأكيد ريادة الأعمال من المصطلحات التي تسمع بكثرة، واليوم راح نسلط الضوء على ما هو مفهوم هذا المصطلح وأهم النصائح للشباب المقبلين على العمل الحر. وما شاء الله عندنا الكثير اللي قاعدين يدورون على العمل الحر وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي. يسعدنا أن نرحب بالأستاذة آسيا الصعيليك مدير نادي سيدات الأعمال والمهنيات. قول صباحك الله بالخير. صباح النور، أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك، الله يسلمكم. طبعا احنا بنستهل الحديث معك إن شاء الله عن ريادة الأعمال وخاصة سيدات الأعمال، لكن بنشوف هذا التقرير ونرجع لكم إن شاء الله. يعتبر الإبداع من أهم السمات التي يتمتع بها رائد الأعمال، حيث أن هذه السمة تعزز قدرته على التفكير المبدع وتحليل المشاكل واسعة الأفق وغيرها من المهارات اللازمة لريادة الأعمال. أما الابتكار فإنه يمثل أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تعزز ريادة الأعمال وتشجع الاستثمار. وتعد العلاقة بين الإبداع والابتكار وريادة الأعمال علاقة ذات منفعة متبادلة، فالابتكار يتم تمويله وتسويقه من خلال ريادة الأعمال. وبدون ظهور الابتكارات التكنولوجية الجديدة ستصل ريادة الأعمال إلى طريق مسدود، وبدون ريادة الأعمال سيبقى الابتكار مجرد أفكار مخزنة في عقل المبتكر ربما يتم إهمالها وتذهب طي النسيان. إذا نرحب بالأستاذة آسيا الصعيليك مدير نادي سيدات الأعمال والمهنيات، صباح الله الخير مرة ثانية. وقبل أن ندش في موضوعنا زيادة، يعني دائما المرأة تنادي بالمساواة، لكن هني إحنا نشوف في نادي خاص بالسيدات سيدات الأعمال فقط، شنو هي وجهة النظر يا ترى؟ احنا طبعا احنا ما نادي بالمساواة، نادي بالتكامل. تمام. نغير الموقف. احنا لاحظنا في السابق لما نسوي ملتقيات شبكات الاعمال ان التفاعل بين سيدات الاعمال يصير بشكل اقوى اذا كانوا في بيئه يعني اكسكلوسيف، واحنا طبعا موجود بيئه خاصه فقط برائدات الاعمال، سيدات الاعمال. نعم. طبعا هو في دول برا في منز كلوب، في وومنز كلوب سيبريت، يعني منفصلين عن بعض. نعم. فهذا مفهوم مو يعني احنا مخترعين، هذا هو اساسا المفهوم، لان ملاحظين ان اساسا احنا طريقه عملنا كجنسين مختلفين
مختلفة عن الثانية، يعني حتى السيتنج عندنا وايد، فمن المرة تشتغل بطريقة مختلفة. الرجال شوية عندهم طرق، يعني طريقة المكان، طريقة حتى الكلام، وكاتنج ذا ديلز مثل ما يقولون، اللي هو شلون إن أنا أسكر أي عقد الصفقات مختلفة. إنزين فإحنا حاولنا، وما شاء الله الشباب يعني لقوا دورهم، خلينا نعطي مجال حق شوي. زين موضوع ريادة الأعمال، شنو يعني ريادة الأعمال؟ الحين أنا اللي أستغرب منه المفهوم، ترى وايد خذ يعني صيت. أي صيت هو، ترى بكل بساطة ترى أشياء يد ويد كانوا يسوونها، هو إن أنا أحول فكرة عظيمة إلى مشروع تجاري من غير ما يكون مؤسسة كبيرة. فإحنا أجدادنا أول نفس الشيء، من غير ما يكون مؤسسة كبيرة صار نجار، فتح نجارة بس، هذا هو بكل بساطة. المفهوم هذا في الفترة اللي طافت يمكن إن اختفى شوية، لأنه صار في بعد النفط الحمد لله رب العالمين، وصار الكل متوجه حق العمل الحكومي، فخفت هذه الفكرة إن أنا أصير رائد أعمال، إنه يصير عندي الجرأة أني الفكرة أو الحلم اللي في بالي أني أجربه على أرض الواقع اختفى. الحين رد طلع في الفترة الأخيرة، لأن عندنا طبعا الحمد لله رب العالمين رؤية الكويت الجديدة 2035 تشجع على أن الكويت تكون مركز تجاري ومالي معترف في العالم كله، وتشجع على الاستثمار في العنصر البشري. فبناء عليه طلعت قوانين وايد تسهل ريادة الأعمال، عشان كذي قاعد نشوف هذه الطفرة والرجعة مرة ثانية. ولحنا ترى هذا، احنا الكويتيين من أول احنا رواد أعمال. تمام، عشان كذي قلت أن أهمية ريادة الأعمال حطيته بهذا المفهوم. اي نعم، وقاعد نشوف توجه وايد حلو يعني من الشباب ومن البنات. طيب. شباب لهم يوم واحد كنا. عاد لما تدخلون انتوا تشوفوا لكم يوم ثاني. شنو المطلوب حتى الواحد يكون ناجح في المجال؟ يعني إذا صح التعبير، شنو صفات رائد الأعمال أو رائدة الأعمال؟ رائدة الأعمال. طبعًا هو ريادة الأعمال مو حق الكل، أنا أعطيكم إياها كذي. ليش؟ لأن عشان تكون رائد أعمال لازم يكون عندك قدرة على قيادة القيادة بشكل عام. ولازم بالذات يكون عندك قدرة على قيادة نفسك. يعني إذا أنت يعني ما في بصمة، ها؟ ما في مسؤول، ما في هالأشياء كلها. إذا أنت من نفسك ما أوجدت القدرة أنك أنت تقود نفسك، أنت تقعد الصبح مبكر، أنت تنظم وقتك، أنت تحاسب نفسك، فبالتالي يكون كذلك عندك قدرة. أنت تتابع مشروعك، أنت تتابع، ما في أحد يتابعك، أنت إذا ما كان عندك القدرة أنك تقود نفسك، شلون بيكون عندك قدرة تقود فريق وتقود منتج أو خدمة؟ إنزين، فهذا أول شيء لازم يكون عندك قيادة، أساس المسؤولية وروح القيادة طبعاً. نعم. إنزين، ولازم يكون عندك الشغف هذا في التحدي والمغامرة. إنزين، لأن أنت قاعد تقتحم شيء، أنت بتقدم فكرة جديدة، وطبعاً لازم هذا الخوف إن أكيد. يتقبلونها ما يتقبلونها الأمور هذه، فلازم يكون عندك المغامرة طبعاً، أو إحنا نسميها المخاطر المحسوبة. إنزين، في دراسات تسويها، في فوكس جروبس تسويها على أساس تعرف إذا الفكرة اللي أنا بطرحها مدى صداها في المجتمع. فقلنا القيادة، المغامرة، العزم. العزم طبعاً، لأنه بتحصل تحديات وايد، فإذا بتطيح من أول تحدي ما ينفع لك ريادة الأعمال. أنا أقول لك يعني لا، خليك في منطقتك الآمنة. رائد الأعمال ما عنده شيء اسمه فشل، عندنا أنا جربت شيء ما نجح مثل ما أنا متوقع، لأن الفشل درجات يعني. أكيد. فيمكن ما نجح 100%، نجح 60%. إنزين، ما يعتبره فشل، يقول أوكي شلون أخلي المرة الجاية ينجح 80% 90%. فكل تحدي يواجهه يعتبره تجربة. حلو. فنظرته أساسا مختلفة. أما اللي من أول تحدي يقول لا أنا فشلت وخلاص، وقالوا لي أهلي وقالوا لي ربعي وخلنا أرد، هذا ما ينفع له. مثابرة أيضا. أي، وكذلك بالفعل. لازم يكون عنده قدرة على التعلم، كل يوم يطلع شيء جديد. يعني إحنا نشوف رواد أعمال شاطرة بالمهنة مالتها، بالتصوير، بالجرافيك ديزاين. أوكي. بس ما تعرف ولا شيء شلون تسعر منتج الخدمة مالتها، ما تعرف شلون تسوقها، ما تعرف مهارات التفاوض. يعني تروح تأجر مكان، ما تعرف شلون تتفاوض مع اللاندلورد أو المالك أي المكان، إن تقول له مثلا يعني إحنا نعلمهم مهارات التفاوض، إن لما تروحين حق المكان اللي بتأجرين منه قولي له أبي فترة سماح 6 شهور،
من غير ما أدفع. أبي تمدد لي، أبي في مهارات تفاوض معينة في كل عقد مع المورد، أي مورد أنت تتعامل. فهذا كله لازم يتعلمونه، فهذه من الصفات أنه يحب يتعلم، يحب يستفيد، ما عنده مشكلة يكون محاط بناس أحسن منه، ما عنده مشكلة، ما يخاف، ما يرتهب، بالعكس يدور الناس الأحسن منه ويروح لهم. تحدي. إيه عشان يتعلم، عشان يستفيد، لأنه مو عاجبه مكانه يبي يروح حق المكان الأحسن. ممتاز. وايد. طب أستاذة آسف، أنت يمكن في بداية حديثك قلت إن آبائنا وأجدادنا كانوا عندهم أفكار إبداعية ويحولونها إلى مشاريع تجارية مربحة. صحيح. إنزين خلينا نتكلم الحين بالوقت الحالي. الأفكار الإبداعية اللي قاعدين نشوفها الحين ما شاء الله بين أونة أخرى، ولا على طول إنه والله اليوم أنا بطل وسائل التواصل الاجتماعي أشوف إنه مشروع جديد، شلون إذا أو أفكار عفوا جديدة شلون أحولها إلى مشروع تجاري مربح لي على أساس إني أنا أستفيد ويستفيدون هم الكنسيون. إحنا السؤال اللي جينا قبل هالسؤال إنه من وين تجي الأفكار؟ شلون تجيني فكرة حق مشروع تجاري؟ على عجالة وأنا مثلا طالع بالطريق أطالع شنو الأشياء اللي مو عاجبتني وأفكر لها بحلول، مثلا ليش زحمة؟ زين شنو ممكن أحل الزحمة؟ شنو أشياء أنا أقدر أسويها؟ هني تطلع جوجل مابس، يعني هذه ترى الأشياء هذه ما طلعت من الخيال، لا إن في مشكلة الشخص قاعد يواجهها ولقى لها حل. إنزين فحاجة أم الاختراع. نعم. بالضبط. فأنا خلال يومي أحاول أكتب شنو الأشياء اللي قاعد تزعجني، دشيت الدوام تكييف بارد، يعني أحاول أحط مثلا كل المشاكل اللي تواجهني وشنو الشيء اللي أنا أقدر أوجد له حل. هذا بداية شلون أولد الأفكار. بحول الفكرة إلى مشروع تجاري. أنا عندي والله إحنا دائما نقول في عندنا سيدات يجون عندهم أفكار يعني تندهشون، يقولون هذه بنت بالكويت هنا عندها الفكرة، شلون وايد أفكار جميلة. هو المشكلة مو بس بالفكرة، شلون إن أنا أحولها إلى مشروع تجاري. فهني عاد هذا شق ثاني، إحنا للأسف المنظومة التعليمية عندنا ما تعلمنا الوعي المالي، ما تعلمنا شنو الفرق بين الأصول، شلون المحاسبة، شلون التسعير، الأمور هذه مو موجودة في ثقافتنا يعني. إنزين فلازم الواحد يتخصص. إنزين إذا أنا خلصت الجامعة شلون؟ في مثل نادي سانكتشري عندنا، في اللي هو لرائدات الأعمال، نعلم هذه الأشياء. لازم يتثقف من ناحية البزنس، لازم يدش كورسات يعرف شلون يسعر، شلون يسوق، شلون يبدي الأعمال. هذا كله يعطيه مجال يحول الفكرة مالته إلى مشروع. مشروع تجاري ومربح. ومربح إيه لازم مربح. وهذا هو من أنا يعني في ناس يقولون خلاص أبلش مثل غيري، ما يصير غيرك وايد فشلوا. ليش أنت تروح من ضمن الناس اللي فشلوا؟ إذا يبيلهم مهارات معينة، شلون يكتسبوا مثل هذه المهارات؟ لازم يكون عندهم مرشد أو موجه. اللي احنا نسميه هنا استشاري اعمال. انزين يقعد مع الشخص يقول له اوكي انا هذه فكرتي شلون احولها. انزين ويقعد معه يقول له سويت دراسه جدوى، هل اختبرت السوق، عارف شريحتك منه، يعني انت بتستهدف منه. وايد ناس يقعدون معنا يقولون انا شريحتي الخدمه ما تحق كل الناس، ما يصير ما في خدمه تحق كل الناس، لازم تختار شريحتك عشان تعرف شلون توصل لها الفكره اللي تبيها. وكيف يكتسب الصفات اللي يحتاجها مثل ما ذكرتي القياديه والعزم والمثابره؟ يعني ما انا ولد بكذي. اي لا يدش كورسات، لازم يتعلم. يدش كورسز. احنا عندنا مثلا عندنا في النادي عندنا امسيات للتسويق، للتسعير، للتفاوض، لتاسيس الاعمال، عندنا كورسات ويتعلم يثقف نفسه، كذلك يحيط نفسه باصحاب الخبرات. يعني ما يكفي ترى مصدر واحد، يعني من جاور سعيد يسعد يقعد بالضبط. مع اصحاب التجاره ان شاء الله يحوشه. لازم طيب نصيب. هذا الموضوع الثاني اللي هو الشراكه. يمكن هل هو يعني شيء سيء ولا جيد، وخاصة مثل هالمشاريع، يمكن مشاريع كبيرة والأعمال الحرة محتاجة شراكة، ولا واحد يدش مجهودة وخلاص كله. طبعا الشراكة أنواع. إنزين أنا وجهة نظري أنا أحب إنه يكون في أكثر من شخص في المشروع. ليش؟ لأنه يكون في نظرة تكاملية. يعني مثلا مشروعنا أنا وزوجي إحنا اللي مؤسسينه، الفكرة فكرتي بس هو اللي سوى هندس الستركتشر أو الهيكل مال المشروع. تمام. هو اللي هندسه، هو اللي سعر كل شيء. إنزين
فطبعا لما نتناقش دائما في وجهة نظري ووجهة نظره نكمل بعض. حلو. فأحب أن يكون في فريق، ولكن طبعا الناس مو كلها عندها هذا، أنه أنا والله مثلا مع أخوي مع زوجي ما عندهم هذا الشيء، فأنا أقول يصير في شراكة، يصير في استثمار بنسب متفاوتة، عشان لا الشخص يغامر بوقته وجهده وبفلوسه كل مرة واحدة، صعبة شوية أن أنا قاعد أحط الوقت وأحط الجهد وهم أنا قاعد أحط الفلوس، شوية يعني مكلفة على شخص واحد. أوكي. فحلو أن أنا أدخل شريك بنسبة مثلا 10% ويمسك المبيعات، أو 10% ويمسك الإدارة، في لها يعني تكنيكس معينة، وممكن مو شراكة، ممكن مستثمرين يدخلون معي. صح. إيه، وهذه هم من فكرة وايد رائدة، وهني بالكويت عندنا مستثمرين جهات حكومية، وفي مستثمرين شركات، وفي مستثمرين أشخاص. يعني إحنا في النادي عندنا تجي لنا واحدة تقول له أوكي أنا عندي وكالة وأبي أبيع الوكالة مالتي، منو يقدر يشتريها؟ فإحنا نوفر لها مستثمرين بنات رائدات أعمال حابين، يعني أنا ما عندي فكرة بس أنا عندي فلوس أبي أشغل فلوسي بتجارة، ويعني مشروع جاهز أو إنه والله وكالة جاهزة. فمثل ما يقولون يعني نوفق بزنسين بالحلال. أغلب الشراكات تكون خلينا نقول يعني في محيط العائلة أو الأصدقاء، هل هذا شيء صحي أو أن هناك في شروط معينة أفضل لازم تكون حق اختيار الشريك في العمل الحر؟ أنا ما أشوفها فيها مشكلة إذا كان أحد من الأهل أو الأصدقاء. في ناس وايد يقولون يعني لا لا تشاركون الأهل، أنا بالعكس، لأن اللي من طبعا كل شيء إذا صار بالطريقة المنظمة الصح المكتوبة قانونية ما فيها مشكلة. إنزين، ويكون الشخص عارف، يعني ما في يعني ميزة الشراكة مع الأهل أو الأصدقاء أن الشخص يكون عارف، فأوريدي أنت باني العلاقة، مو تتشارك مع أحد وبعدين أنت تقول فكرتك وهو يشوف أنه لا أنت قاعد تتكلم بعدائية، يعني هذا لا، أنت المرحلة هذه قاطعها مع، أنا قاطعتها مع صديقي، فتعرف أن أنا بتكلم بتكلم مصلحة الشغل، ما في هذا التوتر اللي في بداية العلاقة. ما أشوف فيها مشكلة إذا انكتبت بالطريقة الصح. تمام، ممتاز. يمكن في الآونة الأخيرة إحنا قاعدين نشوف هناك العديد من المشاريع الشبابية الكويتية، وأكيد أنت عندك رسالة لهم أن توجهينهم والمقبلين على هذه المشاريع التجارية الناجحة اللي قاعدين نشوفها ما شاء الله، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا بشد عليها من ناحية الانستغرام، يمكن أستاذ آسيا إحنا قاعدين نشوف ما شاء الله الكثير من المشاريع وقاعدين يعرضونها ونجحت ويابت يعني حتى مردود مادي كبير. تبين تعطي رسالة حق الشباب المقبلين على هذه المشاريع، وخاصة سيدات الأعمال؟ إحنا ما نبي نشمله ونقول بس إنه شباب. أنا أقول المشروع هو مثل الإبن، فالإبن أنا أودي مكان أدرسه أعلمه أهتم فيه أراعي، هو المشروع هو كذي. إذا أنا ما علمته، إذا ما استفدت من خبرات، إذا ما طورته، فأنا قاعدة أهمله. فرسالتي حق رواد الأعمال بشكل عام ورائدات الأعمال بشكل خاص، اهتموا بمشاريعكم، حرصوا كل يوم تتعلمون شيء جديد حق مشروعكم، وسوقوا عن كل الطرق منها الانستغرام. الانستغرام هو أحد الطرق فقط لترويج المنتجات في الخدمات، ولكن في طرق وايد الناس تهملها، فثقفوا فيها إن شاء الله. كل شكر لك على حضورك اليوم معنا سادة آسيا. شكرا للاستضافة، يعطيك العافية. وطبعا احنا نشكر الأستاذة آسيا صايلي كمدير نادي سيدات الأعمال والمهنيات. ما زلنا مستمرين معكم، طبعا ما زلنا في صباح الخير الكويت، وراح ننتقل مرة أخرى إلى خارج الاستوديو وزميلنا نجيب القحطاني في ثانوية ماريا القبطية، ونصبح عليك بالخير مرة ثانية نجيب، وهات ما عندك. شكرا شكرا زميل عبد الرضا، صب عليك بالخير وصب على احمد للمره الثانيه، وصب على المشاهدين الكرام. مثل ما احنا عودناكم في لقاءات، نحن اليوم موجودين في منطقه حول التعليميه، وبالتحديد في مدرسه ماريا القبطيه الثانويه بنات في منطقه الزهراء والتابع لمنطقه حول التعليميه. عندهم ما شاء الله اليوم برنامج جميل جدا، وهو برنامج طموح لطلبه الصف العاشر، وهم اول سنه في المرحله الثانويه. لكن نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع، معنا الاستاذه منال حسين المطيري مديره هذه المدرسه. يعطيك العافيه، صبحك الله بالخير، ونقول لكم كل عام وانتم بخير وانت بصحه وسلامه، وصبحكم الله بخير، وكل عام وطلبتنا واولياء امورنا بخير بمناسبه بدء العام الدراسي اللي ابتدى من امس، وان شاء الله
الله بإذن الله يكون عام دراسي مليء بالعطاء والتميز لجميع الطلاب في لجميع مدارس الكويت إن شاء الله. أستاذة منال، بما احنا موجودين أنا معك في هذه المدرسة وأنت مديرة هذه المدرسة، نتكلم عنها كذلك أنه نتكلم عن استعداداتكم لاستقبال طالباتكم من المرحلة العاشرة والمرحلة حتى المرحلة الثانية عشر. بداية تم تكليفنا إحنا كمدراء مدارس في جميع مدارس الكويت بالبدء بالدوام ما قبل دوام المعلمين بأسبوعين لوضع جميع الخطة للاستعداد لاستقبال طلابنا من نواحي المرافق المدرسية والمبنى المدرسي، وتم الحمد ولله الحمد يعني عمل الإصلاحات وعمل الأمور تجميلية لاستقبال طالباتنا، ويكون المدرسي مهيأ وجاهز لاستقبال الطالبات من حيث التكييف، دورات المياه، البرادات، وإحنا بالله الحمد في ماريا دائما جاهزين ودائما مستعدين لاستقبال طالباتنا ومشاريعنا اللي دائما كل سنة نفاجئ فيها طالباتنا. استاذ ما كنا احنا موجودين في هذه الثانويه، يعطيكم العافيه، الاستعدادات جميله جدا، حتى انا قاعد اشوف يعني الطالبه قبل لا تدش الطابور في عندكم مثل ما تقوم تسوون مثل تفتيش على الطالبه، تشيكون على الطالبه، قاعد اشوف ما شاء الله عندكم يعني تركيز دائما على الطالبه حتى قبل لا تدش الطابور وتوقف مع زميلاتها في الطابور. احنا ولله الحمد عندنا في ماريا نظام، وهذا النظام هو اللي مستقطب الطالبات لنا في هذه المدرسة، لكن المخالفات عندنا بسيطة وأغلبها من الصف العاشر لأنهم للحين مو عارفين نظام المدرسة، فإحنا لازم يعني بداية أول يومين نوضح لهم شنو هي المخالفات وشوية مو شد يعني نبلغهم إن هذا مخالف، هذا غير مسموح وهذا، وبعدها الأسبوع القادم راح نلاقي جميع طالباتنا ولله الحمد منضبطين معنا في النظام. تكلمتي عن صيانة المدرسة من جميع الإمكانيات، من برادات المياه، من التكييف، كذلك حتى الكتب تم توزيعها. الآن خلنا نقول يعني ثانوية أو مدرسة ماريا القبطية جاهزة من جميع النواحي، ما تحتاج شيء إن شاء الله. الحمد لله جاهزين ومستعدين، والوزارة ما قصرت معنا، وإحنا كذلك كإدارة مدرسة، إحنا حتى لو الوزارة ما قدمت لشيء إحنا كإدارة نستعد لطالباتنا في كل النواحي. شنو ودك توجهي رسالة لبناتك الطالبات في هذه المرحلة الجديدة اللي داشي معك بالصف العاشر توها في مرحلة جديدة؟ احنا طالبات الصف العاشر دائما نسوي لهم برنامج، وان شاء الله زميلتي راح تتكلم عن هذا البرنامج. هذا البرنامج يعني نستعد فيه للطالبات الصف العاشر، نهيئهم الى المرحلة الثانوية ونوجههم التوجيه الصحيح لتحقيق هدفهم من البداية. ولله الحمد احنا دائما عندنا كل سنة يطلعون عندنا طالبات من الخمسين الاوائل، ليش؟ لان احنا قاعد نجهزهم من الصف العاشر، ونتمنى لهم التوفيق والتميز معنا والابداع ان شاء الله. يعطيك العافية سادة منال حسين المطيري، مديرة مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات في منطقة الزهراء. ننتقل حق ضيفتنا سادة مريم البلوشي، رئيس فريق برنامج بداية الطموح، يعطيكم العافية وعساكم على القوة، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب، حياكم الله ويانا اليوم، شرفتونا ونورتونا. سادة مريم، ودنا نتكلم عن برنامج فريق بداية الطموح، هذا يعني مخصص للصف العاشر، ودنا نعرف الهدف من إقامة هذا البرنامج، وجود محاضرين موجودين، الطلبة كلهم موجودين في الصف العاشر، شنو الهدف من إقامة هذا البرنامج؟ أول شيء هدفنا إعداد الطالب نفسياً فكرياً، التكيف على أجواء المدرسة، التعرف على نظام المدرسة، ومثل ما احنا عارفين مرحلة جديدة، مبنى جديد، برنامجنا حلو خفيف يمتد على مدى 3 سنين، يدخل لمسابقات، ورش، برامج تخلي الطالب محفز للنجاح بل للتفوق، يحط بباله من اليوم وهو داش بمنافسة طبعا شريفة للوصول للتفوق بإذن الله. استاذ مريم، في عندكم محاضرين راح يكون على مجال يومين، اليوم مباشر ان شاء الله، يعني لابد ان حاطين اهداف لهذه المحاضرات لهذه الورش العمل باذن الله. راح يتخلل البرنامج 3 محاضرات، وكلها بالاخير هدفها واحد اللي هو الوصول للتفوق، وكيفيه تنظيم الوقت وكيفيه الدراسه بشكل ايجابي، يعني كلها ورش مفيده وتنصب لصالح بناتنا الطالبات. هل نتكلم الصف ال 11 والصف ال 12 هذول يعني خلاص هذول مستمرين عندكم بالدراسه، لكن هذه المحاضرات للصف العاشر بالتحديد يعني اول مره تسوون هالمحاضرات، ولا دائما انتم سنويا تقيمون مثل هذه المحاضرات للصف العاشر؟ برنامجنا سنوي الحمد لله والشكر لك يا رب، الله وفقنا، وهذه السنه الثالثه. احنا عدينا ولله الحمد الدفعات السابقه،
خذوا حقهم، واليوم دور الدفعة الجديدة إن شاء الله تأخذ حقها مثل ما خذوا حقهم زميلاتهم اللي راحوا 11 و12، وإن شاء الله يا رب يكون يوم مثمر عفواً ومفيد ونلقى الفائدة المرجوة. عندكم خطة عمل موجودة، يعني قوانين المدرسة، أنظمة المدرسة، يعني لمواكبة المسيرة التعليمية عندكم مع الطالبات؟ طبعاً أكيد إحنا حاطين خطة مدروسة، هذه كلها راح تتقدم على يومين، اليوم وباكر، بالإضافة حق إنه راح يكون في إن شاء الله لقاء تنويري يوم غد لأولياء الأمور، راح يكون في حضور لأولياء الأمور مع البنات هم عشان يتعرفون على نظام المدرسة ويتعاونون معنا في تهيئة بناتنا الطالبات. هذا شيء جميل أستاذة مريم، يعني لوجود ولي الأمر وولية الأمر موجودة معك في المدرسة حتى تتابع بنتها من بداية الفصل العام الدراسي حتى نهايته. بالتأكيد هي العملية التربوية مشتركة، ما راح تنجح إلا بوجود ثلاث أعمدة: المدرسة، الطالب أو المتعلمة، والبيت اللي هو الأسرة، الأم ولا الأبو. قبل أن نختم هذا اللقاء، شنو ودك تقدمين نصيحة لبناتك الآن الموجودين الآن كاميرتنا قاعد تاخذ لقطات معاهم في الصف العاشر بالتحديد؟ نصيحتي نركز من اليوم الأول على أهدافنا، لأن من اليوم إحنا قاعدين نبني أهدافنا لغاية الصف 12. مثل ما إحنا عارفين المرحلة الثانوية مغايرة، المعدل تراكمي، فراح ينجمع معدل 10 و11 و12 على أساس تطلعين إن شاء الله بالنسبة الحلوة وتوصلين لأهدافك وتدخلين الجامعة اللي أنت تبينها وترفعين رأس بلدنا الكويت بالمعالي إن شاء الله. شكرا السادة مريم البلوشي رئيس فريق برنامج بداية الطموح أساس على القوي، يعطيك العافية. كذلك نشكر الطالبات والمعلمات والهيئة التعليمية في مدرسة ماريا القبطية الثانوية للبنات في منطقة الزهراء والتابعة لمنطقة حوالي التعليمية. كذلك نشكر إدارة العلاقات العامة في منطقة حوالي التعليمية لتجهيز وتسهيل مهمة فريق وأسرة برنامج صباح الخير يكون موجود معكم في هذه المنطقة. راح نرجع إلى أحمد وعلى عبد الرضا لتكملة الفقرات المتميزة لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا. الأسود واحد من أجمل وأغرب أنواع الفاكهة الموجودة بالعالم، يطلق عليه اسم تفاح الألماس الأسود، ويمتاز بلونه الفريد والمختلف عن أنواع التفاح المختلفة المنتشرة حول العالم. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم من برنامج صباح الخير يا كويت، وطبعا الابتسامة الجميلة الصباحية يبيلها أسنان جميلة، وبالتأكيد يمكن الأسنان تتعرض للكثير من الأمراض وما شابه ذلك، وكل ما كبر الإنسان بدأت أسنانه بالتعرض للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل. أكيد أكيد، وطبعا هناك تطور مستمر يشهده الطب بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص، واللي ساهم بتحسين مظهر الأسنان وجمال الابتسامة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور إبراهيم أبو رزق، أخصائي طب الأسنان الشامل والمتقدم. نقول لك صباح الخير وحياك الله، وأورنا شي الابتسامة الجميلة هذه. صباحك الله بالخير. تسلم لي والله، ما في أجمل ابتسامة. الله يحفظك. صباحك الله بالخير أخوي عبد الرضا وأخوي أحمد، وصبح المشاهدين يصبحك بالنور والسرور. إن شاء الله صباح الخير على الكويت كلها. إن شاء الله طبعا أيضا راح نكمل هذه الابتسامة مع المشاهدين ونتعرف أكثر على موضوع زراج الأسنان وغيرها طبعا من أمور متعلقة بجمال الأسنان وبتحسين الابتسامة. لكن خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع إلى ضيفنا الكريم. تتضمن زراعة الأسنان جميع العمليات التي يقوم بها الطبيب لزرع طعم اصطناعي في عظم الفك، حيث يتم عليه بناء تاج السن.
وفي السنوات الأخيرة حدث تطور كبير في مجال تصميم وتصنيع طعوم الأسنان، رغم أن معظم الشركات المصنعة لا تزال تحافظ على الهيكل الأساسي للأسطوانة المصنوعة من التيتانيوم، والتي في محيطها لولب في مركزه فراغ يتم فيه تثبيت مبنى السن. وقد تم اختيار معدن التيتانيوم بعد أن أثبتت الأبحاث أن العظم يرتبط به بشكل أفضل، وفي الغالب كل فقد للسن سواء كان في مرحلة مبكرة أو نتيجة للقلع في مرحلة متأخرة يمكن أن يتم علاجه وترميمه بواسطة عملية زراعة الأسنان. صباح عليك بالخير مرة ثانية دكتور إبراهيم، وحياك الله معنا في برنامج صباح الخير. يا هلا يا هلا أخوي أحمد، الساعة المباركة، مشكورين على الاستضافة، والساعة المباركة شن فيها هالويه الحلوة، وإن شاء الله نكون خفاف عليكم إن شاء الله. بالتأكيد يمكن الكثير من المشاهدين يسألون عن أمور كثيرة بالأسنان، ولكن الحين نبي ندش ستريكت على زراعة الأسنان دكتور. والله زراعة الأسنان تعتبر أوبشن ما كان موجود في السابق لتعويض الأسنان. تعويض الأسنان ممكن احنا نعوض الأسنان بأكثر من طريقة، يا نعتمد على اللثة في الطاقم المتحرك، او نعتمد على الأسنان في اللي هي مثلا برد الأسنان واللي هو تركيبات الجسور والتيجان، أو ممكن الحين الخيار الجديد أو يعني مو جديد وايد اللي هو زراعة الأسنان. نحط لك جذر صناعي، جذر عبارة عن تيتانيوم، مادة ما يتفاعل معها الجسم بشكل رافض، يتقبلها تلتئم مع العظم، ونقدر نسند عليها تركيباتنا سواء كانت التاج أو الجسور. طيب ذكرت دكتور بأنه ما كان شائع في السابق، لكن الحين صارت يمكن متداولة أكثر. نعم. شو اللي يعني خلاها متداولة أكثر؟ والشيء الثاني أصلاً متى ممكن اللجوء لعمليات زراعة الأسنان؟ طبعاً في السابق كانوا يستخدمون التركيبات المتحركة تسند على اللثة، فكفاءة المضغ فيها كفاءة أقل من كفاءة الأسنان العادية. نعم ما كانت مريحة إلى الحين اللي نعرف اللي حاطين بعض الكبار بعدهم يتضايقون منها. صحيح حاط طقم ما يكون مرتاح في الأكل، خصوصا مثلا شيء يبي له علاج على قولتهم، مثلا ستيك ولا بيتزا ولا شيء، يعني تلاقي دائما يروح حق السوفت فود، صديق الهريس واليريش. فالحين لا، احنا في زراعة الأسنان أعطينا مثلا الأوبشن أن ترجع كفاءة المضغ 100%، كأن عنده أسنان يعني صارت أسهل طبيا يعني. لا صحيح صحيح، قبل كانت تجارب، الحين يعني صارت ماتشور، صارت يعني موجودة وايد بالليترشر، نعرف شنو الليميتيشنز مالها، متى نستخدمها، متى من المريض اللي مثلا عنده الريسك أكبر أنه ما نقدر نستخدمها لك. فيعني الحين صارت يعني مدروسة أكثر، متاحة أكثر، مو بس حق الشياط طبعا، أبدا مو من يعني احنا ما نقول من المراهقة وقبل النمو، من يكتمل نمو الإنسان مثلا يكمل 21 سنة يكون عظم الفك اكتمل نموه في الغالب، فيلجأ للزراعة. إذا خسر بس ضرسه تعبان كلش، أو في حادث لا سمح الله. صحيح. نعم. صحيح، في حادث ممكن يعني بنفس الوقت الضرس انشال، نحط له جذر صناعي، أو ممكن حتى تاج بنفس اليوم. في خطوات يمكن حق هالعملية، هذه هي عملية زراعة الأسنان دكتور. نعم. يمكن حين قاعدين نشوف إن في صحيح خطوات تصبق فعلاً زراعة الأسنان. فعلاً طبعاً كل حالة وحسبها، في حالات مثلاً المريض يكون موجود والضرس ما خلعه، الضرس تعبان بس موجود ما نخلع بعده، فممكن هني نخلع الضرس ونحاول نسوي له زراعة في نفس اليوم اللي هي الزراعة الفورية نقول عنها، أو مثلاً ممكن يكون الضرس مفقود من فترة قصيرة فيكون العظم للحين موجود، ف
فممكن نستخدم العظم هذا في الاعتماد عليه في تحضير هذا العظم ونحط الزرعة فيه. أو ممكن يكون العظم أقل عند هذا الإنسان لأنه صار لفترة طويلة مثلا خالع الضرس أو مثلا فقد الضرس هذا في بعض الحوادث، فنقول إحنا نسوي له زراعة عظم يلتئم هذا العظم مع الجسم، ننطر عليه 3 شهور نرد نسوي له الزراعة، ويعني في الغالب هم ننطر عليه 3 شهور وبعدين عاد نحط له زراعة عظم. من وين زراعة عظم؟ زراعة العظم عندنا أكثر من خيار. أي. الخيار الأول وهو الأنسب الأفضل هو من الشخص نفسه، نأخذ من المنطقة فيها عظم ونحط فيها المنطقة اللي العظم عنده. شلون من وين تأخذون العظم؟ في مثلا أماكن اللي هي الفك من قدام أو الفك مكان ضرس العقل غالبا اللي هو الفك من وراء هني، ما شاء الله يكون غني في العظم. طبعا ما شاء الله المنطقة هذه كريمة جدا، نشيل العظم نرد وكأنه سبحان الله لم يكن، كأنه ما سوينا شيء سبحان الله. نعم. فيعني ناخذ العظم هذا ونحطه مثلا في الأماكن اللي والبروسيجر هذا سهل والحمد لله، يعني ما يضر متيسر أي واحد ممكن يسوي، يعني يقدر يسوي خلع ضرس عقل جراحي في هذه المنطقة، ممكن بتدريب بسيط جدا يقدر يأخذ جزء من العظم هذا ويحطه في مكان آخر يحتاجه عشان يبني. تمام. يبني في العظم ويسوي زراعة. ذكر دكتور بأنه يمكن عادة بعد سن 21 يبدأ مثلا مثل هذا الموضوع، مو الأعمار أقل، لكن أيضا ذكرت أن هناك أحيانا تقولون بعض المحاذير أو التحفظات، شنو اللي ممكن يمنع لشخص فوق 21 سنة أنه هو يسوي عملية زراعة أسنان؟ يعني هل في أمراض معينة مثلا أو بنية محددة مثلا؟ هو في اللي ما يقدر يسوي أي جراحة، يعني مثلا عنده مشكلة أنه يسوي خلع لأسباب صحية مثلا معينة لسيولة الدم مثلا أو يعني محاذير طبية في ضغط عالي جدا ما 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 أقدر الحين أسوي الخلع، لا ممكن أضبط السكر وأضبط السيولة وأي أسوي له الزراعة. اللي مثلا ماخذين أدوية اللي هي مالت هشاشة العظام لمدة طويلة خصوصا الإبر، يكون العظم مالهم عملية الهدم والبناء يعني فيها مشكلة. هو ناخذه عشان الدواء هذا ناخذه عشان نمنع الهدم، بس مع الأسف هو يمنع البناء، فعشان كذي ما أقدر أسوي له الزراعة فما تلتئم مع جسمه. كذلك مرضى السكر، يعني مريض السكر يعني نقول لا، إذا أنت سكرك مضبطة أنت ما لا تعتبر نفسك مريض، أنت حالك حال الإنسان العادي، دام أنك مضبط سكرك نقدر يعني إحنا ما نأخذ اليومي، نأخذ تجسسي اللي هو يشوف لي يعني آخر 6 شهور أو 4 شهور آخر مثلا 50 يوم اللي هو حياة كرات الدم الحمراء. فإذا كان مضبوط تجسسي يعني هذه إشارة جيدة أن الالتئام الجسم حالة من حالي، يعني بس إذا كان عالي نقول لا أصبر زور دكتور السكر ضبط سكرك وتعال لنا إن شاء الله نقدر، لأن السكر يعني يبطل التئام في كل الجسم مو في مكان الفكين بس. بالتأكيد. ممتاز دكتور، إحنا قاعدين نشوف الحين منحة آخر، الحين خلينا نطلع شوية برا الزراعة. نعم. ونير حق اللي في ناس عندهم اللثة شوية أطول من الضرس. صحيح. يعني ويسمونها الابتسامة اللثوية يمكن. صحيح. حسب المفهوم اللي درج عندكم. نبي نتكلم عن هالموضوع هذا لأن يمكن في ناس عندهم أسئلة كثيرة قاعدين يستفسرون من هالأمور هذه، وخاصة أننا في علاجات الحين ما شاء الله قاعدين نشوف وفي عيادات كثيرة. صحيح. بس يبون يعرفون هالمفاهيم البسيطة. نعم. الابتسامة اللثوية يعني يمكن الناس تنزعج من لثتها بارزة وهم يبتسمون لثتي مضايقتني وأسنانها قصيرة وأسناني قصيرة وبعض الأحيان ابتسامة لثوية وأسنان طويلة، فهذا يعني يعتمد علاجه على التشخيص، يعني تشخيص مثلا هل عنده مشكلة في عظم الفك عنده طويل، هل مثلا عنده شورتنس باللب لكن حسب الصور الموجودة على الهواء دكتور. نعم. هذه مجرد عملية بسيطة باللثة فقط، ان بعد التقويم بالذات تكون في اوفر جروث، يصير يعني اللثة تلتئم بشكل اكبر مثلا او يعني تنزل بشكل اكبر، فمجرد ان احنا نشيلها في يعني سواء بالليزر يدويا يقولون قص اللثة. صحيح. قص اللثة. صحيح. نشيل جزء منها وما ترجع مرة بدون ألم طبعا أبدا.
ابدا ما يعني حتى ما يروح احنا نعطي بنج بس بعد ما يروح البنج ما في اي شعور بالالم ماكو شيء في يمكن حاله ثانيه اذا يورونا اياها هذه اللي شويه يمكن تكون يعني تكنيكال اكثر ان احنا نشيل جزء كذلك من العظم العظم يكون يعني واضح طاغي احنا نقول عن مكان الاصلي فاحنا نرده لمكان الاصلي فتبرز الاسنان اكثر الناس ما تبي تشوفها يعني لثتك كثر ما تبي تشوف اسنانك هذه بالنسبه لهذه الحاله كانت ازاله جزء من العظم وجزء نعم جزء من العظم وجزء من اللثه لان اذا شلنا بس اللثه في هذه الحاله طبعا على التشخيص نشوف وين مكان العظم وعلى اساسه يعني نشخص وعلى اساسه نتصرف طبعا في علاجات ثانيه في مشاكل انه عنده مثلا عضلات الوجه اللي رفع الشفه فوق وهو يبتسم تكون يعني قويه جدا ممكن حتى بوتوكس ابرتين بسيطتين يحل المشكله العضلات هذه اللي شاده وايد ترتخي فما تطلع لثته او ممكن تكون ساعات يعني اللي مثلا احنا عندنا 8 ملي العدد يعني الرقم اللي هو طالع بلثتك اكثر من 8 ملي ولا اقل من 8 ملي اكثر من 8 ملي قد يكون انه والله لا عنده مشكله بالعظم الفك نفسه انه يكون يعني هو طبعا الرأي الناس هاي لا تدرك وسبحان الله الناس ايضا تختلف اذواقهم يعني صحيح. مثلا مده من الزمن الشفاء النحيله هي الموضه بعدين نعم. شفاء المكتنزه صحيح. بعدين مثلا يعني وغيرها من امور فعلا. نفس الشيء بالنسبه للاسنان نعم. البعض بالعكس يعني يمكن يحب موضوع اللثه مع الاسنان عندنا جولي روبرتس وهي صحيح. يعني اكثر نعم. مشاهير خصوصا بابتسامتها المعروفه يعني لثتها تبين واضحه جدا مع ابتسامتها المقصد هل موضوع تجميل الأسنان الحين ما زال في بند أو يدرج تحت موضوع رفاهية أم هو حاجة ملحة صارت بالنسبة للإنسان؟ والله تجميل الأسنان بالأول والآخر مثل ما تفضلت موضوع هم الثقافة تشكل فيه يعني دور مثل قبل الفلجة بين الأسنان صحيح. كانت فتحة بين يعني الأسنان نعم يعني كانت شيء مصدر جمالي حسن. نعم الحين يعني يمكن كان مو محببة وايد يروحون يسكرونها يعني فعلا صحيح فالناس تلجأ للتقويم أو التركيبات عشان تسكرها حسب الحالة هل هي يعني احنا حتى في يعني التشخيص ناخذ العامل النفسي بعد للمريض اذا كانت يعني احنا عندنا اربع عوامل نقول والله هذا فيلوسوفيكال هيستيريكال يعني ندرس حتى نفسيه المريض في 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 في, في علاجه نعم نقدر نرضيه ولا ما نقدر نرضيه يعني وتعطي النصائح طبعا يعني ان هذا الابتسامة اوكي عليك ولا لا صحيح ولا صحيح يمكن عدد الاسنان دكتور يمكن احنا قاعدين نشوف انه في منهم من يحتاجون يمكن 10 اسنان فوق او تحت فلا يقول لنا والله احنا نبي يمكن اقل في بعض الدكاتره يمكن ينصحون للمريض نفسه ان ابتسامتك جميله يمكن حتى اسنانه الطبيعيه يمكن تكون صحيح جميله صحيح فعلا فالفكره مثل ما قال اخوي بعد عبد الرضا ان هل هو محتاجه هالشيء هل هي حاجه ام رفاهيه بالاول والاخير اذا يعني انا اشوف الدكتور ناصح قبل كانوا يقولوا الدكتور كأنه الأب يعني يعطي باترنال أو يعني نصائح أبوية أنت لازم تسوي كذي أنت لازم تسوي كذي إحنا نأخذ السيشن هذا عبارة عن نقاش ويعني مثل ما يقول بس لا تقنعونهم وايد بعدين تفلسون ترى الحالة اللي هذه صورة مع اللي تشوفونها طبعا منزلين السنين اللي بالنص شوي زيادة منزلين السنين اللي بالنص سن الأرنب صارت موضة سن الأرنب نعم سن الأرنب قال بس بهالحالة هذه يعني مثلا ما استخدم شيء أو ما حاول نستخدم شيء بيرمننت يعني خصوصا يعني الأعمار اللي تينا تطلب هذا النوع من العلاجات تكون أعمار صغيرة يعني في بداية الثلاثين أو آخر يمكن حتى بنص العشرينات تبي تمشي مع الموضة فهذه مجرد حشوات بسيطة نحطها على الأسنان إذا قررت باكر تشيلها نقدر نشيلها يعني طبعا. عندنا مايكروسكوب نشوف بالضبط وين الحشوة وين الضرس ونقدر نشيلها من غير ما نأثر على في كثيرين الأسنان. يمكن في الآونة الأخيرة اللي يسوي ابتسامة هوليوود أو إنه والله يسوي الإزراع ولا إنه والله يسوي الابتسامة الجميلة خلاص بس يركب السيراميك ويركب هالأمور ويمكن بعد أنت عندكم الحين خلنا نقول مواد جديدة غير اللي الحين تكلمت عنها صحيح أبي أتكلم أنا عن الاهتمام بالأسنان بعد الزراعة أو بعد أنه والله ما سويت أنا خلنا نقول الابتسامة صحيح
أنا أكمل خلنا نقول النظافة واللي أنا والله أتابع حالتي ولا خلاص بس أنا ركبت شيء يلا. مع الأسف إن هذا مفهوم منتشر إن أي خلاص ركبت أسناني أو ركبت تاج تيجان ما أحتاج مثلاً أنظف أسناني الجذور تسوس. الزراعة يعني أنا دائماً أروح المرضاي أي شيء تحطه بحلجك يحتاج عناية يعني ما في شيء تحطه بحلجك والله ما تعتني فيه خلاص you're good forever باي باي يعني لا حتى زراعة الأسنان اللي ما تسوس ممكن تأثر في مشاكل اللثة أمراض اللثة بكتيريا اللثة فإحنا لازم نكون في يعني دوام في العناية سواء العناية اللي المنزلية اللي هي بالفرشة والمعجون فلوسينج لمرضى مثلا الزراعة والتقويم كذلك نصحهم في مضخة الماء يعني نفس الفرشة اللي تكون طبعا ضخ ماء صحيح يعني وكذلك الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل 6 شهور ترى يعني إذا أنت جيت بشكل دوري ما تطول ويانا إحنا ولا بنج ولا ألم فشيء بسيط قبل لا نختم يمكن دكتور أيضا سؤال هل اليوم داير موضوع أسنان شفافة شنو هذا الموضوع شنو أسنان شفافة صحيح هو يعني شفافية طبقة المينا إحنا عندنا الأسنان طبقات في الطبقة الخارجية اسمها طبقة المينا واللي داخلها طبقة العاج وداخلها العصب فيعني الحين يعني صارت موضة البيضية صحيح أسنان شفافة كان بدون صارهم القديمة المركبين كان كله أبيض أيوة. بلوكات على قولتهم بيض وأمورة طيبة الحين لا نبي الناتشرال لوك أكثر نبي شيء طبيعي ما نبي شيء الأوفر حتى يعني اللي مثلا احنا يعني نشوف طبعا مرضى التجميل الأسنان قريب من تجميل مثلا الشفايف نقولك لا ما نبي أوفر يبين شفايفنا اتفقناها نبيها طبيعية يعني هي متفوخة بس شفافة هي الحين شفافية الحين الستايل اللي هي طبيعية والأمانة هي الأقرب لي شخصيا أن أنا أروح لشفافية الأج اللي هي طبقة المينا ولكن من تصعد فوق اللي هو يعتبر طبيعي صحيح شفافية المينا شيء طبيعي في ناس ما عندهم هذه المينا حاك أسنانه باردها رايحة بس اللي خصوصا الاسنان اللي توها طالعه لو تروح تشوف واحد عمره 6 سنوات مثلا تو طالعين الاثنين هذا شيء مفرقين حياتهم راح تلاقي هالطبقه هذه واضحه جدا عساك هالقوه ان شاء الله شكرا لك دكتور طبعا اسعدتنا في هذا اللقاء والله يعني يحفظك دوم ان شاء الله ويخلي ايضا هذه ابتسامه الجميله ايضا مرسوم معنا وحياك الله خير وياكم مشكورين على الاستضافه حياك جزيلا حياك الله يا دكتور بالتأكيد مشاهدين يمكن احنا وصلنا معاكم لقفال برنامج صباح الخير يا كويت ودائما خلوا الابتسامة الجميلة الطبيعية أنا عندي تخلونها دائما مرسومة على طبعا تحياتنا للدكتور إبراهيم بورز أخصائي طب الأسنان الشام المتقدم إن شاء الله تكونوا استفدتوا أيضا من ضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين في هذه الحلقة وأكيد راح يجدد اللقاء في تمام الساعة 7 من يوم الغد مع الزملاء في صباح الخير يا كويت نشوفكم على خير ونقول في أمان الله مع السلامة